شهرين خرجت نسافروني نجي للدار، من جيت للدار مولات عندي لي زيسكار، ملي طلعت لي لي زيسكار مبقيتش قادة نريح، جابوني الناس الجيران سبيطار مولاي عبد الله، جلست عالجوني شوية وانا نخرج كيف كنت مع خويا. ملي خرجت جيت رجع عاوتاني اليوم عاوتاني جيت السبيطار، حيت مكينش غي يقابلني في الدار ومكينش غي يعالجني، صافي وتوقفت هاد الوقفة هي فين جيت اليوم عاوتاني السبيطار مولاي عبد الله، مكينش غي يعاوني صراحة، الحمد لله سكنة لا والو. ومول الدار كتعرفو نتوما صحاب الكرا كارية كوزينة ماشي شابيت كيبغيو فلوسهم، ضروري خاص تخلص ضروري خاص تخلص خلاص، انا معديش صافي ولا نجي دابا هنا. واحد المحسنة هي اللي تتخلطت لي واحد شهرين بعدا كتسال وغادا هي هذيك، كل مرة كيجي واحد كيتعاون معايا، كل واحد كيجي كل مرة محسن كيجي يتعاون معايا، وجي السبيطار واحد السيدة مريم تا هي جات محسنة تا هي الله يرحم لها الوالدين، جابت لي كرسي متحرك وداك الشيء، ولكن باقا ما خدمتش به حيت ما قدرتش كنت واقف وداك الشيء الله يرحم لها الوالدين، وقفات معايا تا هي، ولكن الحالة ديالي ماشي في استطاعة ديال هاد الشيء كامل. عيشة انت درتي كثيرة؟ شهر 8 يا خويا. شهر 8 ديال العام؟ اه. من ديك الوقت وانت معذبة بحال ما انا معذبة خويا صراحة، معذبة ديال البصح ماشي معذبة ديال البصح، علاش؟ ما عندي لا قوة لا عائلة لا شي حاجة، عندي الله سبحانه وتعالى الجيران عياو، كل مرة يجي واحد يوقف مولا الدار طيب وتهبط ولكن شي عياش، حاجة عندها أسرة ديالها. دابا عايشة دابا الناس عايشة. لا عايشة فاش كنتي خدامة انت أصلا؟ خدامة في قهوة خويا. قول كنخدم في القهاوي كنترزق على بنياتي كنجيب طرف الخبز، عندي جوج بنيات. عندك جوج بنيات؟ الا كانت اختي جات عندي شويه بحال نفرطني وهي تمشي بحال عيات هي يوم مشات وغلاتني مشات وغلاتني. البنيات فين هما دابا؟ شادهم لي شادينهم لي الناس شادينهم لي الناس شادهم لي واحد المره شاده لي الكبيره في كازا والصغيره شاده لي واحد المره انا حدايا عندي دابا. عييت اخويا راه ما كاين عندي حتى حد كاينش اللي عاوني ولا كاين كاين لا عائله لا والو صراحه شفت ما كاين حتى شي حد، كاين خدت وحده اللي عندي نفرتني نفرتني ومشات نفرتني ومشات اخو نفرتني، كنعيط على بو التليفون ما كتجاوبنيش كنعاود نعيط عليها. كاينه الوالده في حياتك؟ لا. ها؟ لا. عندي أسرة كاع أنا، عندي واحدة أختي قلت لك نفرتني جات جلست معايا جوج سيمانات وهي تنفرني مشات، بحال عيات. الإصابة ديالك سيدة؟ لا فين تضربتي؟ تضربت في النخاع الشوكي، دابا في السنسول ديالي، هي فاش مبقاتش كنوض، عندي نصف شلل لتحت مكنوضش. رجليا ما كنحس بهم والو. مول الموطور اللي ضربك؟ مول هرب ما شدو حتى واحد، هاد البلاصه اللي جايه من الخدمه ما فيها لا عساس له في المشروع ديال العسانيه ديال القنطره ما فيها لا كاميرا لا عساس له والو. كان جاي بسرعه هذا ولا شنو؟ اه ضربني ويهرب تحت ديك القنطره الصغيره اخويا. عيشني يا خاوي. شي قدر ديال الله. كتبوا عليك الله. حمدتك يا ربي وشكرتك. الحمد لله على كل حال. حمدتك يا ربي وشكرتك. عندي لا سكنة لا والو. لا سكنة لا والو، البرد. يعني. الناس يتعاونوا معايا. ما عندي حد ما عندي حتى واحد يتعاونوا معايا مثلا. عرفتي سكنة لك عرفتي سكنة انا وما زدتش. وما وقفت على رجلي ونوض نخدم والسيدة مريم راه عطاتني كرسي نقدر نتحرك به نخدم به. نبيع ونشري عطا الله ما يدير اخويا، المهم انا وقف نتحرك يتعاونوا معايا في السكنه، السكنه اللي عندي فيها مشكل بزاف واخا بيت ما ها عباد الله صافي جي اللي بغيت دابا حيت هاد السيده ساكنه عندها الفوق شحال قد من هذا يبقى يطلعك ويهبطك، اليوم راه يطلعك واحد وغدا يهبطك واحد، ولكن غيعياو عندي خاصني السفلي
خاصني لتحت فين نسكن، عندي كرسي متحرك ولكن خاصني فين، خاصني فلي في البروميير ما خدامش ليا. دابا انا البروميير، ولكن انا جيت عاوتاني للسبيطار حيت مولا الدار باغا الفل، خاصني عاد نخلص التايب ديالي. سنطلق هنا وين نطلق؟ علاش جيتي للسبيطار بالضبط اليوم؟ جيت اليوم اخويا حيت انايا مولا الدار صافي حيت خلصها، ومني خلصها توقفت اليوم في الصباح وجابوني هنايا، قال لي اساس غيوقفوا معايا شتم شويه وما جابوني بهاد الساك فيه حوايجي وداك الشيء. شكون اللي جابك انت لهنا بالضبط عايش؟ جابوني جيران. جيران؟ جيران مع موقفه صباحه موقفه ديال بصح، ملي توقفت جابوني وجابوا لي حوايجي هنا. كيفاش توقفتي؟ ضربك البرد؟ ضربني البرد يعني شي ثلاث ايام، شي ثلاث ايام وانا اصلا دايره كسل حتى صدري مهرسه منه فيه. نتمنى من المحسنين ما بقاش فيهم عاد تعاونوا معايا، انا ما عندي حتى شي واحد لا العمل والدي لانني صافي انا عندي واحد عاقب عاقب ما نكذبش عليهم. كنت بصحتي الحمد لله، كنت كنغلب كنت شي مدراعي في القهاوي نمشي للطيور ما نخلي ما ندير، ولكن دابا مستديم ما نكذبش عليكم، مستديم مستديم عندي رحلي لرحيم. انا جلست في البيت 4 ايام دابا 4 ايام كل قشه اللي قلبني لها وكلها صافي، حيت مولا الدار كتهبط لي داكشي قسم الله كتسد الساعه اللي تجي تطلع لك وساعتي شكون غيطلع لك؟ ما كانش غيطلع لك نحن راه صراحة شغل، وكنتمنى اللي كيسمعني يتعاونوا معايا كي تتعاونوا معايا هاد الخوت هادو الله يرحمني من الوالدين. انت دابا لا ما حافظش مبغي هاد مريض كنتمنى كنتمنى يتعاونوا معاه مستديم راه والو صافي مبقاش كنغلط على النوط لا والو الله يرحم ليكم الوالدين. صفر سبعة صفر سبعة 11 97 98 57 عاودي اختي 07 11 97 57 قالت لها الحادثة بطبيعة الحال الجاني هرب ولم يتم التعرف عليه. هنا كاين واحد القانون اللي كيخول لها ان تعوض بطرق اخرى، المحامون غيكونوا فاهمينها وعارفينها والمساطر ديالها راهم عارفينها، شي محامي يتبنى المساله هذه في سبيل الله، وحتى كاع الا كان ماشي من العيب على ان حتى الا خرجت لها التعويض ديالها ممكن انه يتقاضى الاجر ديالو من هذاك التعويض، على الاقل بعد ما تضيعش ولو بعد غير القضيه ديال الدواء والقضيه ديال تخلص بعدا غير واحد الواجب من الواجبات ديال الكراء راه يتابع. هذا نداء للسادة المحامون ناس القانون، السادة المحامون ناس كيعرفوا مزيان في القانون وعارفين مزيان على ان السيدة اللي تعرضت للحادثة وصاحب الحادثة اولى الجاني هرب وتوح ما تعرف عليه، يحاول على انهم يوقفوا معاها ويحسنوا لها. الله يجازيكم بخير، وهذا نداء حتى المحسنين يتعاونوا مع هذه السيده هذه، راها تستحق راها تستاهل، راه الحاله الى حاله الله. اليوم راه حنا طلبنا ورغبنا راه غادا تدخل للسبيطار غادا تنعس في هذه الليله، ولكن ابتداء من غدا غتعيش المجهول ما عرفناش شنو غادي يوقع. تحيه لكم والله يجازيكم بخير.